مرحبا بكم متابعينا في قناة كيروف ريبورتين العسكرية. الطائرات المقاتلة هي أكثر الطائرات فتكا وقابلية للبقاء على قيد الحياة وتواصلا في العالم، مما يمنح الطيارين ميزة ضد الخصم ويمكنهم من تنفيذ مهمتهم بنجاح. عدد قليل من البلدان تبحث عن مجموعة التالية من الطائرات المقاتلة. دعونا نتفقد عن 8 طائرات مقاتلة ستدخل الخدمة في عام 2023، ولكن قبل أن نفعل ذلك من فضلكم متابعينا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وشكرا جزيلا لكم. ونبدأ بالمركز الثامن، طائرة الميج 31 آي، وهو نوع جديد يهدف إلى تسييم صاروخ كينزال الجوي البالستي بالإضافة إلى أداء دور ناقل للسلاح المضاد للأقمار الصناعية. تم تعديل هيكل الطائرة بواسطة سوكول ليحل محل أجزاء جسم الطائرة القديمة، مع إضافة إلكترونية طيران جديدة. وتم الكشف عن وجود المعترض الفائق الجديد في أواخر نوفمبر من عام 2021، ولكن لم يكن تعيين الميج 31 آي معروفا بعد. ويمكن أن نميز هذه الطائرة بالتحسينات كبيرة من حيث السرعة وارتفاع الطيران ومقارنة بالطائرة القديمة ميج 31 بي ام. يقال أن الطائرة الجديدة أكثر فعالية بثلاث أضعاف من الطائرة الحالية من طراز الميج 31. إلى جانب ذلك، يبدو أن هذه الخطوة تؤكد تطوير طائرة تتفوق سرعتها سرعة الصوت، جديدة وأكثر طموحا تحت تسمية الميج 50 وإلغاء الطائرة الاعتراضية الميج 41 الأسرع من الصوت. سابعا، طائرة سوخواي سو 34 ام. يهدف برنامج تحديث السو 34 المعروف أيضا باسم سو 34 ام إلى جعل منصة السو 34 أكثر مرونة. وتم تحديث هذه الطائرة مع العديد من الميزات المتقدمة بناء على الخبرة التشغيلية. تركز أعمال التطوير حاليا على نظام تارانتول للحرب الإلكترونية، والذي سيجعل الطائرة أو مجموعة من الطائرات مقاومة للكشف عن الرادار العدائي، فضلا عن الإلكترونية الطيران المحسنة للأداء التي قد تساعد في تحسين خصائص الطيران. يعد نظام التشويش بالليزر لتعمية الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة الرؤية الكهربائية ميزة أخرى يمكن تضمينها في هذه الطائرة. قد يتم تضمين نسخة جديدة من صاروخ KH-35 المضاد للسفن وجيل جديد من الصواريخ البالستية الجوية في نظام التسليح سو 34M. طائرة التجاس MK-1A، وهي نسخة محسنة من طائرة التجاس مارك 1، يوفر أداء أكبر للقتال القريب وعالي السرعة. لديها استقرار ثابت للاسترخاء لتحسين القدرة على المناورة وخفة الحركة، وهي مجهزة برادار M2052 وجهاز التشويش للحماية الذاتية وإلكترونية طيران محسنة وأنظمة حساسة وجهاز استقبال تحذير بالرادار، فضلا عن القدرة على تركيب جراب ECM الخارجية. قبل عام 2020 كان من المقرر أن تقدم القوة الجوية الهندية طلبا بقيمة 8 مليارات دولار أمريكية لشراء 83 طائرة من طراز تجاس مارك 1A. قد تكون تاليس هذه الشركة المصنعة للرادار AESI، وفي 13 يناير 2021 تم تقديم الطلب لأول مرة لطائرة MK-73A1، إذ صارت الأمور كما هو مخطط لها فقد تدخل الخدمة في عام 2023، وإلا ستكون في عام 2024. طائرة G-15T، وهي طائرة مقاتلة صينية من الجيل الرابع متعددة المهام، تعمل في جميع الأحوال الجوية، وهي نسخة من الطائرة الروسية سوخواي سو 33، وستكون بمثابة العمود الفقري للأسطول الطيران القتالي لبحرية الجيش التحرير الشعبي الصيني. قال مستخدم صيني على وسائل التواصل الاجتماعي أن التسمية تي قد تم اختيارها لأن الحرف الصيني لكلمة المنجنيق يحتوي مخروط الأنف الجديد على فتحة مائلة قليلا، على عكس الجي 15 بي. يمكن الإشارة إلى وجود رادار صفيف المرحلي من خلال مخطط القبة المائلة، مما يمنح الطائرة قدرات اكتشاف محسنة. طائرة تشينغدو جي 20 بي، ومن المرجح أن يتميز المتغير بمحطة طاقة مطورة ستضيف عناصر تحكم في توجيه الدفع، بالإضافة إلى زيادة القدرة على قدرات جي 20 العادية وربما أكثر. تم التكهن بأن محركات الجي 20 بي الجديدة ستكون نسخة مطورة من محركات WS10 الصينية الأصل التي تشغل أحدث طرازات الإنتاج للمقاتلة في نوفمبر 2018. تم الكشف عن تباين
توجيه الدفع لهذا المحرك، وتم عرضه أثناء الطيران على مقاتلة الجي 10 بي ذات محرك واحد. من المحتمل أن تسمح المحركة الأقوى المقترنة بتوجيه الدفع لطائرة بالتحليق والمراولة على ارتفاعات أعلى بكثير، مما يوسع نطاق أجهزة الاستشعار ويحسن الأداء الحركي لصواريخها. طائرة الجي اي اس 39 اف غريبن، والمعروفة أيضا باسم غريبن اف، هي نسخة متطورة ذات مقعدين من طائرة الجريبن المقاتلة. بدأت العملية تسليم مقاتلة الاف 39 اي العملياتية في عام 2021، ولكن سيتم تسليم اف 39 اف في عام 2023 وفقا للصحيفة المحلية. المدير التنفيذي لشركة صاب تشتمل هذه الطائرة المقاتلة على أحدث التقنيات وأحدث الأنظمة وأجهزة الاستشعار والاستحاتي المضادة للسفن لضمان الميزة القتالية، مما يوفر التفوق الجوي في البيانات المتنازع عليها بشدة. طائرة الاف 16 في بلوك 7072، هذا هو الإصدار الأكثر تقدما من الطائرة الأمريكية اف 16 فايتن فالكون. وفي 15 فبراير 2012 كشفت شركة لوكهيد مارتن عن نسخة جديدة من طائرة الاف 16 في معرض سنغافورة للطيران 2012. وفي 16 أكتوبر 2015 حلقت الطائرة الاف 16 في لأول مرة مع APG 83 سكالابل وشاشة عرض مركزية جديدة وحاسوب مهمة حديث ونظام أوتوماتيكي لتفادي الاصطدام الأرضي والعديد من الترقية الأخرى. البديل الجديد يطلق عليه اسم فايبر، والذي يهدف إلى العمل بشكل أفضل مع مقاتلة الجيل الخامس. بدأت عملية تقية أسطولها البالغ 144 طائرة في يناير 2017، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2023. وفي عام 2019 وقعت تايوان والولايات المتحدة الأمريكية صفقة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي لتسليم 66 طائرة جديدة من طراز بلوك 70. طائرة الاف 15 اي اكس ايجل 2 مقاتلة ذات مقعدين في جميع الأحوال الجوية ومتعددة الأدوار، توفر قدرة محصلة فريدة تماما للقوة الجوية الأمريكية، تحل محل اف 15 سي. قامت طائرة الاف 15 اي اكس برحلتها الأولى في 2 فبراير 2021. تم تسليم أول طائرة من طراز اف 15 اي اكس إلى القوة الجوية الأمريكية في مارس 2021، وتم نقلها إلى قاعدة إيجل الجوية في فلوريدا لإجراء مزيد من الاختبارات. تتميز الطائرة الاف 15 اي اكس بأحدث التقنيات، فضلا عن القدرة على حمل 22 صاروخا جو متوسط المدى من طراز M9X سايد وايدر، ويمكن أن تحمل هذه المقاتلة معظم الحمولة بين جميع الطائرات في العالم، وهي قادرة على حمل 30,000 رطل أو 13,607 كيلوغراما من الذخائر. اعتبارا من مايو 2022 كان لدى الجيش الأمريكي طلبات لشراء 80 طائرة من طراز F-15 EX-2.